طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. بعتقد احنا المحاضرة الماضية بلشنا نحكي في الاليتس، وحكينا في الجترز عن الاليتس، مش هيك؟ ويمكن حوالي المحاضرة الماضية نحكي نوضح ايش مفهوم الجترز وايش مفهوم الاليتس. عشان هيك انا اليوم راح ابلش اعرض بعض اشكال للجترز والاليتس. اذا طلعت هنا هاي مقطع في الشارع، خلينا نحكي كمقطع كجزء من الشارع، ونطلع في الشكل هنا. لاحظين انه صحيح الاليتس كومبايند، لكن انا اوضح نقطه في بدايه. هي الشارع اللي احنا شايفينه الاسفلت، هذه الجزئيه ذس از ذا جتر، ولاحظين انه معمول الجتر وكانها مفصوله عن الشارع بالتنفيذ، لانه في الوضع الطبيعي بيعملوا الجتر من الكونكريت، يعني في السيستم الرسمي بيعملوا الجتر من الكونكريت والاسفلت اسفلت، فهي جزء من الاسفلت لكن هي كونكريت، وبتبين عندي وكانها زي الشانل. فعمليا هي بكون هاي هي الجتر اللي احنا بنحكي عنها. لو جيت اخذ هاي شكلها شكل التريانجل. هسا عندي هنا في منطقه في الجتر وين بدنا نبدا نحط الاليت. This is اليت، هذا اللي عباره عن كومبايند اليت، فيها الكيرب اليت والجريت اليت. هاي هي الكيرب اليت اللي هي الاليت الموجوده في الكير. لسه خلينا نحكي على صب، بحكي على الاليت، الكيرب اليت وجريت اليت. الكيرب اليت اللي هي اللي في الكيرب ستون، الجريت اليت هي اللي في الشارع. طبعا هذا عباره عن وحده يعني وحده من الاليت من الكيرب وحده من الجريت اليت. هذا ممكن يكونوا وحدتين ثلاثه اربعه جنب بعض. اطلعوا في جزئيه معينه، لاحظين انه احنا الاليت عاملين لها ديبريشن، عشان هيك مبين عندي انه ارتفاع الكيربستون في منطقه الاليت اعلى من ما بعد الاليت. طبعا من فوق الكيربستون منصوبه واحد، اذا من وين اجى الفرق هذا؟ مش انه احنا رفعنا الكيرب الاليت هنا، احنا نزلنا الاليت من تحت، فهذه معمول لها ديبريشن. اذا انتم مخدين بالكم منها مليح، لا الفكرة كالتالي. لو أنا بحكي هاي الكيربستون في منطقة الإليت، إحنا منزلين الشارع من الجناب من هنا ومن هنا، فعناها وكان عملناها انصم، كأن عملناها انصم، يعني نزلنا الإليت أو نزلنا المنصوب في منطقة الإليت. اللي مبين عندي يمكن الصورة بتقول لي وكأنه أنا رافع الإليت، لا طبعا، لانه ما لوش معنى ارفع الاليت، لانه بتصير منصوب الميه ساعتها في الاليت اعلى من منصوب الشارع. طبعا الشارع من فوق الكير بستون ما حدش بيرفع، لانه الواحد هو ماشي مش راح فالبصير هو من تحت من عند في الشارع منزل منطقه الاليت، عشان هيك مبين الدبت عندها اعلى من ما بعدها من هنا ومن هنا. This is another type of اليت. لاحظوا هنا شو عاملين؟ عاملين الديبريشن في الاليت نفسها، يعني مش نزلوا الاسفل الشارع، ما نزلوا الشارع بس نزل، يعني هذه مش مضروب وحدا يعني لا هي مصممه هيك على اساس انه الديبريشن هاي احنا عاملينه في الاليت نفسها، بس الشارع ماشي على ما هو. ولاحظوا انه انا عندي القطر مبينه، واذا طلعتوا القطر عباره عن كونكريت يونتس زي البلاط، القطر زي معموله وكانها مبلطه تبليط، وهذا هو السيستم الاصح، لانه انا بقدر انفذ قطر بالمواصفات اللي انا بدي اياها. طبعا لما يكون في شغل مثلا عندنا في قطاع غزه ما بيعملوش قطر، يعني القطر جزء من الشارع وبيعملوا تسحمد الاشياء كلها بتجاه واحد. طبعا اللي بيشتغل بيعمل عمليه بيفنج للشارع ما بيقدر يعمل الاسلوب المطلوب اكزاكتلي، لكن اللي بعمل تبليط هنا اليونت بنفذ اليونت تطلع عندي القطر مرسومه رسم بمفهوم الليل، وهذا هو الشغل الاصح، بس طبعا في التكلفه اعلى. لكن خلينا اقول ذيس ذا بروفيشنال وورك، والشغل الصح في مفهوم القطر ومن ثم في مفهوم الاليت. وعندي هنا زي ما احنا شايفين في عندنا كيرب اليت وفي عندنا جريت اليت. This is two units. لا، K
كيف شكير؟ هاي وهاي هدول ما هو مش ملون. عادة هدول لاحظوا انه الكيرب ستون بطون، حجر الجبهة بطون، هم هدول ستيل، هم هدول ستيل، لأنه هدول بيجي يونت جاهزين، نادر انه يكونوا بطون، يعني بيكون إطار من الحديد معمول بهذا الشكل. راح نشوف على ايش بيركب كمان شوي. لعنا كل الموجودات عنا في البلد بهذا ال كيف؟ في الكيربستون. لو طلعنا حدا وطلع وهو ماشي في الطريق على جنب الكيربستون، بس طبعا ما بفشش الانتباه. من هنا دائما يعني بفضله من ناحية جمالية انه نعمل كيرب قلت، لانه ما حدش يعني ما بشوفش شيء في جنب الشارع، عشان هيك انت بتنفدي ما شفتيش، بتقولي فيش عنا، لا هو موجود عنا بس ما نشوفهاش. بس طبعا الكمية عندها او استيعابها اقل من استيعاب الجريت قلت، لانه الجريت قلت المية بتنزل فيها بشكل نزول. لكن بتلاحظوا انه المنطق بقول انه الكلوجينج في الجريت قلت اعلى من الكلوجينج في الكيرب قلت، بسبب شكلها بسبب طبيعتها. This is illet in garden. ليش؟ طبعا هاي تستخدم احيانا انه انا عندي في الحدائق ممكن يصير فيها جزء ران اوف، يعني الحديقه ما تمتص كل المي اللي بتنزل عليها. طبعا عشان ما تصير المي محجوزه في الحديقه، واذا الحديقه بدها تستخدم حتى في الشتاء، الناس بتيجي في الشتاء بتضر، فلازم اعمل هارفستنج للمي اللي في الحديقه. فممكن في نفس المكان ينعمل قله. طبعا هنا فيش كيرب قله لانه ما فيش عندي كيرب ستون، هنا في عندي جريت قلت، بس هذا شكل وبين عندي انه طبعا هذا بيعمل مجموعه، يعني ممكن يصير جزء سيلو سيديمنتس. اطلعوا في هنا بتعطينه تقريبا مش اكثر من 50-60% اوبن الاريا، لانه لاحظوا البعض سميكه، لانه القلت ممكن يمشي عليها هنا طبعا في الوضع الطبيعي في الاسفلتات، ممكن عليها تمشي سيارات هيفي تاكس، فمش بتكون والله يعني هي عباره عن باص بسيطه لانه يعني لهدف تحجز الشواب، لا بدها تتحمل اللود للترافيك لود اللي بده يجي عليها. فمن هنا لو انا اطلع يا دوب 50-60% ماكسيمم من الاريا اوبن اريا اللي هي الافكتيف اريا. هاي كمان صوره يعني يمكن تكون اوضح شوي في مفهوم بفولت، ولاحظوا كيف عاملين احنا ديبريشن للقلت، يعني واضحه عمليه الديبريشن للقلت. فلاحظوا انه كانوا احنا مجورين المنطقه في منطقه القلت. وكمان بتعطيني تصور على موضوع الكونستراكشن، لانه انا لما بتكون عندي كونكريت مع ستيل يعني في منطقه ضعف هنا في منطقه القلت، وهذه دائما كثير بعانوا منها لما بكونش الكونستراكشن كما يجب. وهذه طبعا معمول لها مينتنانس، يعني بعد فتره صار في تكسير تنظفت وتحاول تتسكر كمان مره. وطبعا هي شكلها اولد لانه مبين على الحديد على القله انها يعني في عليها كميه من الصدى، لانه طبعا هي قله رح تقعد مع عمر الطريق، فممكن يصير لها نوع من الاهتران. هاي هي البوكس اللي تحت القله، احنا بنشوفها اللي هي جزء من القله، يعني المي لما بتخش في القله وين بتروح؟ هاي الصندوق اللي احنا شايفينه فوق بنحط الكرة، هذول اللي انتم شايفين اللي شفتوهم توي مات المي، بس هذا مجرد انه المي بتدخل من خلالهم، بتنزل في هاي اللي في هاي البوكس، وشايفين البوكس في نهايته في فتحه، الفتحه بتاخذ المي من خلال بايب الى المان هول اللي في الشارع. فلو جيت احكي في السيستم بشكل عام، لو انا بحكي انه هاي هو الشارع وهي مثلا عندي جزيره هنا، وانا حاطط قله هنا وحاطط قله هنا، الميه راح تدخل من القله تو شفناها على هاي اللي هو طبعا هذا جزء من القله، يعني عشان نستوعب انه هذا يعني لما بحكي القله هي ليست فقط القله الحديده، هذه هي جزء من القله، الميه بتدخل فيها ومن ثم في عندي مان هنا، الميه بتيجي في البايب من هنا وتيجي في البايب من هنا وبتستمر في الجريان. فعمليا المية لما تدخل في من خلالهم ولا بدها تروح المية في بوكس، طبعا هذول القلت هذا في الاول ايش بتنفذ الكونكريت هذا
وبعديها بنيجي بنركب عليه الحديد اللي شفناه، سواء كان في الكيرب قلت او كان في الجريت قلت. ممكن تكون هذه وحده تستوعب مثلا الوحده الكونكريت تستوعب تنتين ثلاث وحدات من الحديد، ممكن تكون كل وحده بوحدتها زي هاي الوحده مثلا بنحطه جنب بعض، وممكن يكونوا بينهم باي، يعني بينهم باي بتوصلوا مع بعض وكلهم بيطلعوا باي بواحد على المانهول. فبدنا نعرف انه قبال كل اللي في كم مانهول لازم المي تيجي عليه، لانه مش راح تمشي الميه وتمشي من البايب هذه على البايب هذه وذاوت مانهول. فلازم وين في قلت في مانهول ستون موتر مانهول طبعا. هسا لو كان السيستم كومبايند بتكون هذا المانهول وهذا البايب باخذ الجهتين، لكن هاي الوحده مع هذا الخط هو ستورم موتر بصف الكومبايند اللي هو الخط الرئيسي اللي بيجمع التنتين. اذا كانوا سيباريتد بيكون عندي في خط ماشي للستورم موتر وفي عندي خط ماشي للويست ووتر. وحتى بكون مكتوب على المانهول، اذا حدا فيكم بطلع على المانهول بتلاقي مكتوب على المانهول ووتر مانهول او سيوج مانهول او ستورم ووتر مانهول او الكتريكال مانهول الكتريسيتي مانهول او تيليكومينيكيشن مانهول، حسب نوعيه المانهولز حتى نعرف انه لو انا بدي اعمل شيء على شبكه الامطار مين المانهول تاعت شبكه مياه الامطار. واضح هاي النقطه؟ هاي مفهوم القطر وهي مفهوم الليلت. طب احنا المحاضره الماضيه حكينا في تصميم القطر، وقلنا القطر زي ما بنحكي هي عباره عن مقطع تريانجل اللي بيتحكم فيه قديش يكون ارتفاع الميه على حفه القطر اللي هي مع اللقاع مع الكيربستون اللي هي واي. وفي عندنا ليميتيشن من خلال الطرق بتقول لي انه قديش الليميتيشن المسموح فيها. احيانا بعطيني ليميتيشن على قديش مسافه طول من الشارع او عرض من الشارع لازم يكون الضاي، واذا حدد لي منهم المينيمم واي المسموح هي اللي انا بقدر استخدمها. بناء عليها بقدر احسب من خلال هذه المعادله زي ما شفنا المحاضره الماضيه اعلى كيو ممكن اسمح فيها تمشي على القطر، لانه اذا وصلت لهاي الكيو اتميز انه لازم اعمل قله، لانه ما بسمح انه ضل ما يتمشي على الشارع اكثر من هاي الكيو اللي راح يصير في عندي نوع من الاكيوميليشن للفلو، وبصير في عندي ارتفاع لواي اعلى من المسموحه. شفنا طبعا حلينا اكزامبل، جينا على الالكس وقلنا انه في عندنا الالكس بتتقسم سواء بناء على اللوكيشن، اما انه قله ان صمت او قله ان جريد. وشوفنا حتى القله ان جريد بنحاول في منطقتها نعملها نوع من الصمت او الديبريشن، هنا بنسميها نوع من الديبريشن. شفنا عندنا معادلات القله ان صمت سواء كانت كيرب قله او جريت قله. النوع الثاني من الليتس قلنا هي الليتس اون جريد. الليتس اون جريد اللي هي الليتس اللي بتكون ماشي مع السلوب، عشان مش في منطقه ساق، وانا هذه ممكن اعملها اما وذ ديبريشن اور وذاوت ديبريشن، بمعنى اني اعمل تنزيل لمنسوبها او اني اخليها على نفس منسوب الشارع. بيقول لي ان الليتس اون جريد ار ايذر وذ ديبريشن اور وذاوت ديبريشن. مفهوم الديبريشن اني انزل منسوبها عن الشارع او اني اخلي منسوبها بنفس، يعني تبدا من تحت على نفس منسوب الشارع الطبيعي. They may be كيرب قلت جريتنج قلت اور كومبايند. هي ممكن تكون كيرب قلت، ممكن تكون جريت قلت، ممكن تكون كومبايند زي ما تو شفنا. They are usually designed to permit 5 to 25% of the upstream flow to pass. هذه القلت وراح نشوف انه احنا عادة بنصمم مش اللي تستوعب كل الفلو، صممت تستوعب ممكن تستوعب لحد او تعمل باص 5 ل 25% من الفلو، يعني يضل من الفلو ينتقل للقله اللي وراها 5 ل 25% من الفلو. هسه راح نشوف ليش. This result in a less expensive design، يعني هنا بقول لي انه هذا بكلف بعطي تكلفه اقل في التصميم في طبعا في الكونستراكشن. Then would result in the street with the water completely. بالنسبة لو أنا كنت بعمل قلت بحيث تأخذ كل المية. هسا لو جيت للكيرب قلت on grade، لو الكيرب في القلت، سوري القلت في الكيرب،
بقول لي كيو اي بير على ال اي، يعني الكيو بير ميتر لينك او بير يونت لينك بتساوي كي على واي في اي بلس واي لقوه 5 على 2 ناقص اي لقوه 5 على 2. على اساس ايه هي كميه الدبريشن، يعني قديش احنا بننزل القله. طبعا لو طلعت في هذه المعادله وقارنها بالكيرب انلت اون صامب اللي ما كانش في عندنا ديبريشن، ما كناش نعمل احنا ديبريشن، كانت ايه صفر، لو عوضت عن ايه هنا بصفر بتطلع نفس المعادله بس كي بتختلف، الكونستانت بيختلف بس نفس المعادله ولكن كي بتختلف. فلاحظوا انه نفس المعادله لكن هنا الاختلاف في قيمه، في قيمه الكي. اذا صار عندي ديبريشن معناته الديبريشن هذا بزود الكباسيتي للقلت، الديبريشن بزود الكباسيتي للقلت. ارتفاع المية على على في القطر هنا الدبث ات كيرب، مش الدبث اوف كيرب، الدبث ات كيرب نورمال قطر جريد، يعني اللي هي ارتفاع المية على في القطر وليست ارتفاع الكيرب، ما لهش علاقة بارتفاع الكيرب. على الكيرب اه بس مش ارتفاع الكيرب نفسه، الكيرب ممكن يكون ارتفاعه 15 سم 20 سم، ارتفاع المية 5 سم هي واي بالنسبة لي، هو ارتفاع المية وليس ارتفاع الكيرب ستون نفسه. هنا في عندي علاقات بتربط ما بين قديش الكيو بدي اياها تو بي هارفستد مع التوتال كيو بالنسبة للطول، لو أنا بدي أعمل 100 بير سنت هارفستنج إلى قديش بدي أعمل هارفستنج، وهذه مربوطة ب A to Y، A اللي هي ديبريشن بالنسبة إلى Y. ولو جيت أشوف إكزامبل على هاي الحكي، بس قبل ما أشوف الإكزامبل ناخذ آخر معادلة عندنا. لو كانت جريتنج إلت إن جريد، يعني إلت في الـ في, الـ في الأسفلت على الجريد، بقول لي كيو بتساوي كي اي واي تو ذا هاف وذاوت ديبريشن، واي ثينك ات از نفس المعادله اللي كانت. لا 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 لا, لا. اذا كان عندي ديبريشن بصير ارتفاع المي هنا على القله مش واي، واي بلس اي. واضحه النقطه وين؟ لانه احنا حكينا المحاضره الماضيه اللي بيحكم اللي بحول الكاينتيك انرجي الى او البوتنشال انرجي الى كاينتيك انرجي هو الارتفاع، قديش تتحول واي، هسه عندي واي بلس اي اذا صار في عندي ديبريشن. إذا جينا نشوف كيف نستفيد من هاي المعادلات في تصميم قلت، بقول لي أقطر with Z equal 20. طبعا إذا Z equal 20 معناته الكروس سكشن سلوب قديش بيساوي؟ 21 يعني قديش للمية؟ 5%، يعني السلوب العرضي 5%. N 0.015 and the slope of 1% carrying a flow of 25.25 كوبيك متر بير سكند. اللونجيتيودن السلوب للقطر 1%، والفلو الماكسيموم المسموح 0.25 متر مكعب بير سكند. كيرب ديبريشن A بتساوي 60 ملم، يعني احنا سمحنا ننزلها 60 ملم، يعني 6 سم عن منسوب الشارع. بيعتمد على جزئيه انه احنا المظهر الحضاري للشارع والسيفتي على الشارع، لانه كل ما نزلناها بصير يعني كمنظر مش 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 المنظر الجمالي المطلوب بالنسبه لكل، طبعا كل ما كانت المنطقه اكثر تقدما. الجزء الثاني السيفتي، لانه اذا كان مثلا عندي الكيرب ستون ارتفاعه 15 سم وانا عملت لها ديبريشن كمان 10 سم صار الارتفاع عندها هنا 25 سم، اللي بيمشي بيقطع الشارع لو اجى يقطع عند القلت وهو متعود انه يحط رجله على 15 سم، ممكن في لحظه زي واحد يبقى ماشي متعود على درجات يلاقي درجه كبيره ممكن تعمل عنده اشكاليه في، فمن هنا بتصير القضيه. اما نحن بالنسبه لنا في الستور كل ما عملنا ديبريشن اكثر كل ما كانت افضل من ناحيه الدنج، بس القضيه هي مش فقط موضوع موضوع الدنج. بقول لي find the required inlet length to intercept the entire flow، احسب لي قديش لازم تكون طول القلت، طبعا احنا بنحكي على كيرب قلت. And capacity of a 3 meter long curve قلت، طب القلت اللي طولها 3 متر بهي المواصفات قديش ممكن تستوعب
قفله. اذا جينا هنا نشوف اذا كان عندي القطر بدها تمشي 0.25 متر مكعب بالسكن بسلوب 1% بزد 20 قديش ارتفاع المية على القطر؟ لان بدي بهمني احسب قيمة واي. اذا جينا من خلال هذه المعادلات بنلاقي انه واي عندنا 0.137 متر. الكيرف قديش ارتفاعها؟ 30. اذا كان ارتفاع الكيرف هنا هو مش معطيني ارتفاع الكيرف، اذا كان ارتفاع الكيرف مثلا 15 سم اذا انا في السيف سايد لانه واي اقل من ارتفاع الكيرف، بس لو كانت ارتفاع الكيرف 12 سم هل بقدر اخذ واي 13.7 سم؟ اذا لازم تكون واي اكثر من اقل من او تساوي ارتفاع الكيرف، لانه اكثر من ارتفاع الكيرف استون ما لهش معنى لانه بتكون الميه بتطلع، لانه مش ممكن يكون الارتفاع على الميه على اللي اعلى من ارتفاع الكيرف استون. اذا جينا من خلال المعادله نحسب كيو على ال، المعادله اللي تو شفناها هاي كيو على ال، لانه كي عندي واي عندي اي عندي صحيح، بلاقي انه كيو على ال بتساوي 0.468 متر مكعب على السكن بير متر، يعني كل متر من القلت ممكن يمشي هالقد كيو. طبعا انا قديش كميه الكيو اللي عندي؟ 0.25، اذا انا كم متر لازم تكون طول القلت؟ اذا قسمنا ال 0.25 على 0.465 بقول لي بلزمنا 5.38 متر، يعني بدنا قلت طولها 5.38. هسا لو كانت المصنعة في البلد الوحدات طولهم نص متر نص متر مثلا، ما تبدي 5 10 11 وحدة. إذا كان طولهم 80 سنتي بدي أشوفها كم وحدة بتصير، بس في الآخر أنا بالنسبة اللي بهمني التوتال لينك كم، هم موجودين على وحدة واحدة، موجودين على وحدتين، موجودين على خمسة، مش قضية، المهم في الآخر بلزمني يكون هالقد طولهم. إذا أنا إذا بدي أصرف بوينت 2.5 متر مكعب بالسكن بالزمني طول بيساوي 5.38 متر. طب لو انا بدي اصرف 75% من هذه الفلو، يعني القلت تاخذ 75% من هاي الفلو والباقي تباص للقلت اللي بعديها. فلو حكينا انه كيو على كيو اي بتساوي 0.75، انا بدي اخذ 75% من هاي الكيو. طبعا عندي اي على واي اللي هي بتساوي 0.06 او يس على 0.137 اللي هي بتساوي 0.044. باجي على هاي الكيرفز اللي عندي، انا هاي عندي كيو على كيو اي، قديش انا بدي اللي تستوعب من الكيو التوتال اللي بتصلها؟ نسبة A to Y، طبعا A to Y من زيرو، بمعنى انه A to Y تساوي زيرو، what does it mean؟ انه فيش depression، انه A بتساوي صفر، إلى A to Y بتساوي 4. يعني A تكون 4 أضعاف Y. طبعا هذا رقم كبير، يعني إذا Y 10 سنتي، أنا عامل كمان depression 40 سنتي. which means انه صارت المنطقة هنا، انا عندي A على Y تقريبا 0.44. اذا خدت Q على QA انا عندي curve 0، A على Y 0، A على Y 0.2، A على Y 0.4 و A على Y 0.8. انا تقريبا كلوز الى 0.4، يعني طبعا ممكن اعمل interpolation ما بين النقطتين هذولا. بتعطيني L على L E كام؟ او ال على ال اي 0.75. يعني لو مشينا بالشكل التالي، مش هاي 0.75 ومشينا على الكيرف هذا وزدنا كمان ندفع عشان نقول انه على 0.44
إذا L على L A L على L A بتساوي بتساوي بوينت 5.5 ومنها L بدها تساوي بوينت 5.5 في وهذه كم بتساوي؟ بوينت 5.5 في 5.38 تقريبا What does it mean? انه اذا بدنا نمشي كل فلو القلة تاخذ كل فلو بالزمني قلة طولها 5.38 متر اذا بدي القلة تتمشي 75% من الفلو بالزمني يكون طولها 3 متر يعني بمعنى انه ال 3 متر الاولانيين اول 3 متر بمشوا 75% من الفلو مضبوط وال 2.38 التانيين بمشوا بس 25% من الفلو ليش؟ صحيح انه انا لما ابلش على القله ان جريد اول ما ببلش بتكون واي هي البوينت 1.137 كل ما اخذنا جزء من الميه شو بصير في واي بتقل فبصير الصعاب اليونت بالمتر الطولي اقل عشان هيك احنا بننصحش انه انا اصمم انها تاخذ 100% كل ما اخذت كميه اقل من 100% كل ما كانت نسبه اللينكت الى الكيو مور افيشنت كل ما كانت مور افيشنت يعني انا اخذ 100% على طول 5.38 ولا اخذ 75% على طول 3 متر من ناحيه الكوست اقل بس اذا عملت 3 متر انا سمحت انه 25% من الميه تو بي باص للقله اللي وراها طب واحد يقول لي طب ما ناخذ 50% يعني كيو على كيو اي 50% هنا بنلاقي انه بتقل المسافات بين القلت بس كعدد ممكن يكونوا اقل لكن هنا بيجوا من ناحيه جماليه بقول لي طب انت يعني عامل لي الشارع كل ما مشينا شويه في عدد قلت فبصير القضيه هنا انه اقل تكلفه كمفهوم تنفيذ شبكه مياه الامطار لكن كشكل شارع في الاخير اللي هو جزء من مظهر معين مش هو فممكن انا اذا اشتغلت على 75% تعطيني افيشنس مليحة ولكن بمنظر يكون اكثر منطقية في هذه العملية الشغلة الثانية كمان انه في التكلفة احنا قبال كل قلة بغض النظر عن طولها بدنا مانهول يعني المانهول مش مرتبطة بطول القلة المانهول مرتبط بوجود القلة فبصير عملت كل 20 متر قلة مثلا مثلا كل 20 متر بدي مانهول طبعا هذه تكلفة اضافية لانه بدي مانهول وبدي بايب من القلة للمانهول فلما بدي اجي احسب كمان بدي احسب كتكلفة ليست فقط تكلفة السيستم عندي هي تكلفة القلة نفسها تكلفة ملحقات القلة طبعا او اذا كانوا تنتين قبال بعض او اذا بدكيش تعملي مانهول هنا مثلا بقول هاي الشارع وهي في عندي بايب ماشي هنا اذا في عندي قلة هنا وقلة هنا وفي عندي قلة هنا وقلة هنا إذا بدي أعمل مانول هنا وأجيب هذه وهذه هان وهذه هان هدول يا إما بدي أعمل بايب بالشكل التالي يا إما بدي أعمل مانول هنا وأجيب هدول عليهم بس في النهاية لازم من القلة للمين بايب الثو مانول واضحة النقطة هاي؟ مضبوط ما انا هذا الحكي بصير ممكن يكون عندي بس ممكن كمان انا اصير انه كل بلاقي بين القله والقله في مسافه 100 متر وانا ممنوع تكون المسافه بين المانهول والمانهول اكثر من 50 متر فممكن احط هنا مانهول بدون ما تكون عليه قله يعني اذا اجيت انه انا اذا بستمر في الشارع كمان شوي بالشكل التالي انا ممكن احط قله هنا وقله هنا وهدول بلاش بس هدول يكونوا القلة طوال
معناته أنا بدي مانهول هنا وبدي مانهول هنا، بس المسافة هذه 100 متر، هنا لازم أحط مانهول حتى لو مش موصل عليه لأهداف المينتنانس. فصحيح أنا ممكن يفرض علي إنه ما دام في مانهولز هنا موجودين وموجودين، طيب هنا نيجي لاخر جزئيه في هذا الموضوع، هي السبيسنج بتوين الليت، كل قديش لازم اعمل الليت. احنا بالنسبه لنا السبيسنج بتوين الليت ديبند اون ذا كاباسيتي اوف ذا ستريت جاتر، لانه انا وين بحط الليت؟ وين بصير الكيو على الجاتر ماكسيمم؟ مش هيك؟ معناته انا بدي احسب قديش اعلى كاباسيتي للجاتر، اعلى كاباسيتي للجاتر بناء على الليميتيشن اللي عندي، انه يقول لي اذا واي بدها تكون اعلى شيء هالقد اذا هي على كيو على القطع. وين بصل لهي الكيو؟ بقول بدي احط قلت. هنا بيجي حدا، لو انا جيت بالشكل التالي، لو انا عندي هاي كاتشمنت اريا، والكاتشمنت اريا طبعا احنا بنشتغل على انه المي بتمشي في الشوارع سواء كانت على سطح الشارع ولا في بايب في الشارع، المي في الاخر تنتقل الى الشارع. انا عندي هنا هاي الخط الرئيسي بدها تمشي فيه المي، بتقول لي كيو للقطر حسب تصميمة الشارع ذس از كيو ماكسيمم مقدارها اكس. انا عندي في الشارع لو جيت في اي نقطه بقول الكميه اللي بتتجمع من الشارع حسب الريشنال ميثود كيو بتساوي C في I في A. صحيح؟ أنا بدي أشوف عند أول قلت قديش الأريا من الأب ستريم اللي توصلني للكيو هذه. إذا حسبت قديش الكيو الماكسيمم وعوضت في المعادلة هذه بوجد الأريا. إذا لما تصير الأريا أصل لهالقد أريا معناته لازم أحط أول قلت. واضحة النقطة وين؟ النقطة إنه انا كل ما زادت الاريا بزيد الكيو، قديش الاريا اللي بتوصلني للكيو الماكسيمم المسموح تمشي في القطر. اذا هذه بتحدد عندي اول قلت. طبعا لاحظوا انه كل ما كان الليميتيشن علي في القطر اشد، يعني قال لي مش بدنا نسمح ب 7 سم بدنا نسمح ب 5 سم، اذا بتكون الكيو اللي على القطر اقل، معناته الاريا عشان احط اول قطر اصغر. ومن هنا ممكن ابدا بقلت في بدايات الستريم. طبعا وين بديت قلت؟ بديت شبكه، لانه اول قلت هي بدايه الشبكه عندي، وهنا طبعا بصير التكلفه اكبر، لكن بالنسبه للشارع اسلم على اساس انه بتكون في ليميتيشن هنا اعلى، المي اقل وما شابه. حددت اول قلت. هسا اذا صممت الاول قلت باجي، هل اللي بدي اياها تاخذ 100% من الفلو؟ هل اللي بدها تاخذ 75% من الفلو؟ بمعنى انه بعد القلت هل حبدا بزيرو فلو وابدا اعمل اكوميليشن؟ حسب انا بقى يعني اي ويل ديسايد بالاخر بدي اصل امتى بصل لكيو ماكس كمان مره. وين بصل لكيو ماكس كمان مره؟ بدي احط قلت. فتصميمي للقلت الاولى مرتبط بعلى كيو، تصميم للقلة الثانية مرتبط بالقلة الأولى. إذا قديش بسمح هل بدها تاخذ كل المية ولا بدها تاخذ جزء من المية؟ معناته بحط القلة الثانية وهلم جرة الثالثة الرابعة. طبعا احنا دائما بنتعمد إنه احنا ناخذ نوع من الستاندرد، إنه مش مثلا هنا بحط أول قلة بحطه بعد 50 متر، الثاني بعد 35 متر، الثالثة بعد 20 متر، الرابعة بعد 40 متر. دائما احنا من المنطق إنه احنا نحط القلة بمسافات متساوية، لأنه أنا في عندي رينج هنا بحيث إنه إحنا ماشي كل 50 متر في قلة، لهدف إنه أعطي منظر مناسب للشارع. لما هنا فيش في القلة كيو كوميوليتيف، القلة بتخدم المنطقة تاعيتها، البايب اللي بصير فيها كيو كوميوليتيف، البايب الرئيسية. ممتاز. المنطقة الثانية هسا عم تيجي هنا، أنا في عندي 25% من الفلو هذا عدى هان،
هذه كيو اكس اللي بدي احسبها بدها تصل لهنا، معناته الكيو اللي تيجي من المنطقه الجديده هذه بدها تساوي الكيو التوتال هذه ناقص 25% اللي من هنا. قديش الاريا المسموحة؟ طبعا راح تكون الاريا هذه اقل من هذه. هسا انا في عندي جاي كيو 25% من هنا، ماشي؟ الحين عشان اصل لكيو ماكسيمم بدأ كيو اللي تيجي من المنطقة هذه مش كيو هذه 75% من كيو هذه. طب هل هذا راح تيجي من اريا اكبر من الاريا اللي جابت 100%؟ فلو انا على سبيل المثال طلعت عندي اول قلت على بعد 100 متر من الابستريم، راح الاقي الثاني ممكن تطلع على بعد 75 متر، بس بعد هيك كل 75 متر بدي احط قلت. لاني انا سامح انه فلو يجي من القلت الابستريم 25% بالنسبة للقلت. القلة الأولى بدي يجي كيو من الاريا اللي منها وفوق 100%. الحين الاريا الثانية لازم تكون أقل من الأولى، لأنه من الأبستيم جيني 25% فلو. فلو أنا استخدمت نفس الاريا معناته راح يصير الكيو اللي بدي تصلني هنا 1.25 بير سنتي من كيو. لو أنا أخذت نفس الاريا هذه، لو أخذت نفس الاريا هنا هنا بدي يصير الفلو اللي بدي يجي هنا كم؟ الاريا نفسها بدها تجيب نفس الفلو اللي اجى من الاولى، زاد انه جايين من الاولى كمان 25%. اذا لازم انها تكون الاريا اقل من الاريا الاولى. على اساس تعطيني 100 واقصم منها بعدين. واقصم منها بعدين 25. ماشي الحال، صممي على 75% ما في مشكلة. أنت أخذتي واي على 100%. الحين الليلت قديش بدها تاخذ من الفلو هذه؟ صممت الليلت عليها. هسا الليلت اذا اخذت 100% معناته الليلت الثاني بده يبدا الفلو عليها من زيرو. اذا فرضت ان الليلت الاولى بدها تاخذ 75% فقط من الفلو، ات مينز انه انا بعد الليلت هذه المي راح تبلش مش من صفر. في 25% فلو نازل. اذا بعد اريا اقل راح اصل للكيو ماكسيموم. نشوف اكزامبل على هيك حكي. بيقول لي it is estimated for the catchment area in the figure. طبعا احنا ماخذين اريا بشكل يعني ثابت مش اريا متعرجة. In the figure that the storm water runoff is QS بتساوي 5 لتر بالسكند بالمتر الطولي، يعني كل متر طولي من الاريا بجيب لي 5 لتر بالسكند. The state has the following characteristics. Longitudinal slope 3%. The cross slope كمان 3%، بمعنى انه زد مش 1 على زد بتساوي 33.33. زد بتساوي 33. N بتساوي 0.015. الكيرب ستون هايت 25 سم. ال width of the state 10 متر. عرض الشارع 10 متر. The minimum required clean distance بتساوي 4 متر. يعني لازم في الشارع اثناء المطر على الاقل 4 متر من الشارع تكون كلين. فايند ذا ماكسيمم سبيسنج بتوين الليتس. عشان احسب الماكسيمم سبيسنج بتوين الليتس بدي اجي على مقطع الشارع، بقول الشارع كله 10 متر 4 كلين، اذا على الصيد هذا 3 وعلى الصيد هذا 3. الثلاثة هذه مش بتساوي واي زد؟ اذا زد عندي 33 اذا قديش واي؟ تطلع عندي واي 0.09 متر، يعني 9 سنتيمتر. الكيرف ستون قديش ارتفاعه؟ 25. اذا اي كان ممكن تكون واي 9 سنتي، لانه مش راح تطلع المي عن الكيرف ستون. بس لو كان ارتفاع الكيرف ستون 5 سنتي نظريا يعني، معناته انا ما بقدرش اخذ الواي اكثر من 5 سنتي. اذا اخذنا هاي واي بحسب قديش الكيو ماكسيموم على القطر. طبعا لانه كيف بده تكون الميه على في الشارع اعلى من منصوب الكيربستون. الكيو على القطر الكيو ماكسيموم على القطر من خلال المعادله القطر، اذا حسبت واي وعندي زد وعندي ان، اذا بتقول لي بتساوي 0.238 متر مكعب بالسكند.
يعني عند بوينت 2 8 3 بوينت سكند لازم احط قلت. طب اذا كان الشارع او المي المنطقه بتجيب لي فلو بمعدل 5 لتر بكل متر طولي في السكند، اذا بعد كم متر راح اصل لهي الفلو؟ اذا كل متر بجيب بوينت بجيب 5 لتر. فلو قسمت البوينت 2 بوينت 2 3 8 على بوينت 5 عشان احول اللتر لمتر مكعب، معناته بدي 47 متر بوينت 6. يعني كل 47 متر بوينت 6 تلزمني ايش؟ 1 قلت. طبعا على اساس اني بدي استوعب الفلو 100%. طبعا هذه ممكن اقول هذه اول قلت لازم تكون على المسافه هذه ماكسيمم. القلت الثانيه اذا بدي استوعب 100% بدي احط نفس المسافه هذه، اذا استوعب اقل من 100% بدي مسافه راح تكون على مسافه اقل من هيك. طبعا لما اخذتي مسافات اقل بتكون في السيف سايد. اخذتي اكثر راح يوصل الدبث على المي على الشارع اكثر من الماكسيموم اللي مسموح فيها، او راح يكون الكليرنس اقل من 4 متر. فانا بحسب هنا الماكسيموم ديستانس، اذا انا اخذت اقل انه الماكسيموم ديستانس هذه اعلى مسافه مسموحه بين الليتس. اذا استخدمت اقل من هيك انا في السيف سايد بس. بدي يصير كوست اكثر بدي يصير عدد اليونتس اكثر. واضح هاي الجزئيه؟ طيب بهيك تقريبا بينتهي معنا موضوع الستورم ووتر مانجمنت.